خلينا نتحدث مع حضراتكم بالتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع وعن نجاحات الدولة المصرية في القضاء على فيروس سي تحديدا ورسائل الرئيس السيسي حول هذا النجاح من خلال انضمام دكتور محمد منيسي استشاري الجهاز الهضمي والكبد معنا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا دكتور محمد. صباح النور. يا أهلا يا باسم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور محمد. إحنا عايز أسأل حضرتك لو بنتكلم عن التجربة المصرية الفريدة والناجحة جدا واللي أشادت بها المنظمات والدول كلها فيما يتعلق بالقضاء على فيروس سي، ممكن تكون أكبر مثال نقدر نتخيل من خلاله كيفية تحويل المحنة إلى منحة وهو الأمر اللي تحدث عنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم أمس. لو توضح لنا النقطة دي كيف تمت يا دكتور محمد. هو بالفعل ما كانش في بيت في مصر يخلو من فيروس سي ومضاعفات فيروس سي، القيء الدموي، الاستسقاء، البؤر السرطانية الكبدية، وكانت أزمة حقيقية غير مسبوقة. الحقيقة الرئيس كان هناك رؤية واضحة وتم وضع خطط تنفيذية على أرض الواقع. ابتدينا ب 24 مركز يعني، وتم تحديد الأكثر أولوية مع يعني مع كل مريض يعني حط اسمه وكان جاهز للعلاج، وتم ترتيب مثل هذا الأمر. هذا الكلام انتشر في كافة ربوع مصر في 27 محافظة، أصبحت هذه المراكز موجودة داخل 27 محافظة. العلاج كان بالمجان في حين أنه في العالم الخارجي، في العالم الدول الغربية، كان الجرعة العلاجية تتجاوز 150,000 دولار، وهذا السعر حتى الآن موجود في الخارج. مصر قدمت هذا الكلام بأيدي مصرية في مصانع مصرية، أدوية مصرية حقيقية. يبقى احنا عندنا تصنيع دواء بالمجان وبأسعار بضع مئات من الجنيهات في القطاع الخاص للي ما كانش عايز ينتظر دور. يبقى عندنا خريطة صحية نقدر على أساسها نعرف احتياجاتنا في العلاج أو في الخريطة الصحية بدأت بعد السيطرة على فيروس سي. بدأنا بحملة 100 مليون صحة، تم عمل مسح شامل لأكثر من 90 مليون مواطن بجزء من الترهيب والترغيب. أنت ما كنتش ممكن تروح تطلع بطاقة شخصية، بطاقة تموين، أي تعامل مع الحكومة، ولادة، بدون ما يكون معاك الكشف بتاع 100 مليون صحة اللي هو كان أهمه الكشف على فيروس سي والسمنة والأمراض الغير سرية. وابتدى يبقى عندك رقم حقيقي للمشاكل الصحية في مصر، بديلا عن الدراسات السطحية التي لم يكن لها يعني أي شيء أو جدوى حقيقية. فبقى عندك حقيقة، فده كانت أول تجربة مصرية أشاد بها العالم. وفعلا يا دكتور يعني إحنا حصلنا أول دولة تحصل على الشهادة الذهبية في القضاء على فيروس سي على مستوى العالم كله. السيد الرئيس، ودي إشادة عالمية طبعا غير مسبوقة من منظمة الصحة العالمية. طبعا تعتبر الدولة الأولى الخالية بهذا، إشادة بمنظمة الصحة العالمية، كما أشادت الصحف الدولية وكان أهمهم فوربس وكثير من الصحف الأوروبية الأخرى بهذه التجربة المصرية، ونددوا بالأداء الخارجي للعالم الأول وطلبوا بالتعلم من التجربة المصرية. ومصر طبعا هي يعني كريمة، وهي دولة عظيمة طبعا ورائدة، يعني ورائدة الحقيقة، ولا تبخل على أحد بهذا الأمر الحقيقة. فعلا يا دكتور. طب أنا عايز أسأل حضرتك سؤال حكيم. فعلا، وفي مبادرات رئاسية في مجال الصحة كبيرة جدا وعملت مسح زي ما قلنا لأكثر من 90 مليون مواطن في مختلف القطاعات الصحية والمجالات الصحية والأمراض، وهذا ما تحدث عنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. إزاي نتخذ من هذه التجربة الناجحة في القضاء على فيروس سي ونطبقها في باقي الأمراض؟ الحقيقة بعد هذا المسح الشامل ابتدينا نعرف حجم المشاكل الصحية في مصر. وتوالت المبادرات الرئاسية، الكشف المبكر عن الأورام، رعاية الأمومة، رعاية الطفولة، كبار السن. جت أزمة كورونا بعدها، أداء مصري بإشادة عالمية من منظمة الصحة العالمية إن قمت بتوفير الدواء، أيضا صناعة مصرية، المونو بيرافير، الدواء الوحيد هو والباكسو الجديد اللي بيقضي على كورونا، دواء صناعة مصرية بصناعة مصرية بالمجان في القطاع الحكومي وبتسعيرة موحدة
في القطاع الخاص موجوده يعني اللي هياخد علاج خارج. فعلا يا دكتور، يعني كان في بشكل عام احتواء لهذه الازمه الكبيره العالميه اللي اجتاحت العالم كله، لكن في مصر كان في احتواء كبير ليها. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد منيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد.